السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة العلماء. النهاردة بإذن الله هنستكمل شرحنا في الأورجانيك بوليمر، واتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا. أول محاضرة كانت عن أنواع البوليمر وانترودكشن كده شوية عن البوليمر. في المحاضرة التانية ابتدينا نتكلم على البوليمرايزيشن بروسيس، وبإذن الله برضو المرة دي هنكمل في شرحنا على طرق البوليمرايزيشن، تمام، والطرق اللي بتتم بيها عملية البوليمرايزيشن وإيه الحاجات اللي إحنا بنعملها. لو انتوا فاكرين في المحاضرتين الاولانيين اتكلمنا على الراديكال بوليمرايزيشن او الفري راديكال بوليمرايزيشن، واتكلمنا على الكاتايونيك بوليمرايزيشن. اتكلمنا لما تبقى التشين وهي بتنمو عليها بوزيتيف تشارج، او لما يبقى عليها اود الكترون، الكترون مفرد، وبنعمل البوليمرايزيشن بالطريقه دي، وخدنا الميكانيزمات بتاعتها. برضو استكمال الموضوع برضو مش هيخرج بره السياق قوي، اللي هو الانايونيك بوليمرايزيشن لما يبقى التشين اللي بتنمو انايون، تمام، وبيكون الانيشيتور برضو عليه نيجاتيف تشارج، وبيبقى برضو بنفس الطريقة بنفس الخطوات بتاعة البوليمرايزيشن بروسيس. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف الانيونيك بوليمرايزيشن، وبإذن الله هندخل في نوع جديد جدا بقى غير الاديشن بوليمرايزيشن. الثلاث انواع دول تحت بند واحد اسمه الاديشن بوليمرايزيشن، هندخل بقى في نوع جديد بإذن الله النهارده برضو اللي هو الكوندنسيشن بوليمرايزيشن. وبكده نبقى قفلنا انواع البوليمر اللي هي السينثيتك. طيب بيقول لي هو كل البوليمرايزيشن بروسيس اصلا بتمشي بسيستم اساسي، اللي هي ايه؟ ان ليها جنرال ميكانيزم اتكلمنا عليه في اول مره، اللي هو اول حاجه الانيشيشن ستيب. وقلنا الانيشيشن ستيب ودي الخطوه رقم واحد، ودي اللي بنسميها الستارت بتاعنا. يبقى الانيشيشن ستيب ودي بتبقى الستارت. بعد كده بيبقى عندي اللي هو البروباجيشن، ودي اللي بيحصل فيها الاستطاله الفعليه للسلاسل، يعني دي البروباجيشن او ساعات بنسميها الالونجيشن، تمام، هي. طيب ودي اللي بتبقى السلسله بتاخد طولها. يبقى بنبدا بالانيشيتور في خطوه الانيشيشن، وده هو المحرض لبدء التفاعل، والظروف بتبقى متواتيه ان هو التفاعل يمشي. بعد كده بنيجي للترمينيشن ستيب، ودي الخطوه اللي بنوقف فيها عمليه البلمره ونحصل على البوليمر بتاعنا، اي مكان بقى، في سوليوشن او في سوليد بيلتس او اي مكان. المهم ان احنا بنعمل اللي هو ستوب للبوليمرايزيشن رياكشن، بيكون خلاص التفاعل خلص لاي سبب من الاسباب، اما ان انا استهلكت كل المونومر يونت، واما ان انا عملت له كوينشنج، تمام. يبقى ستارت الونجيت ستوب، تمام، انيشيشن بروباجيشن ترمينيشن. برضو يعني هي ايه؟ هتمشي بنفس الطريقه برضو في الانايونيك بوليمرايزيشن، مش هتختلف قوي. ولكن بيقول لي بما انك انت بتتكلم على الانايونيك بوليمرايزيشن، فاول سؤال لازم يجي في دماغك ولازم تبقى عارف في الثلاث انواع انا كل مره بتكلم عليه، وات monomers undergo anionic polymerization. يعني ايه؟ يعني ايه المونيمر؟ طبعا لازم عشان يعمل اديشن لازم يبقى فيه دبل بوند. ايه المونيمر اللي فيه دبل بوند ويفضل انه يمشي انايونيك اصلا؟ تمام، ده سؤال مهم. قال لي البوليمرات اللي بتفضل او بتحب تمشي بطريقه الانايونيك بوليمرايزيشن هي المونيمرز اللي فيها بيبقى مع الدبل بوند الكترون وذراون جروب، مجموعه ساحبه للالكترونات. ثانيه اشيل لك بس اغير لك اللون عشان ما تتلخبطش معايا، تمام. يبقى اتمنى اللون ده ما يزعجكمش. يبقى لو عندي مجموعه ساحبه للالكترونات بتقلل الكثافه الالكترونيه على الدبل بوند، فبتسحبها كده ناحيه المجموعه الساحبه للالكترونات، وهنعرفها دلوقتي ايه انواعها والكلام ده كله، فهتخلي دي الكترون ديفيشنت او في ديفيشنسي شويه في الدبل بوند هنا، تمام. طب وده ايه فايدته؟ بيقول لي استنى، ما انا هقول لما هتشوف الانيشيتور هتفهم هو ليه لازم تبقى فيه الكترون وذراون جروب. بيقول لي لان الانيشيتور بيبقى عليه نيجاتيف تشارج اللي انت بتبدا بيه الانيونيك بوليمرايزيشن. ما هي دي احلى حاجه في البوليمرايزيشن، لو بدات الانيشيتور بتاعك راديكال هتمشي راديكال رياكشن، لو بدات الانيشيتور بتاعك عليه بوزيتيف تشارج هيمشي على التشين وينقل بوزيتيف تشارج، ويبدا برده التشين تبقى عليها بوزيتيف تشارج. المره دي هنبدا بانايون انيشيتور، فبرضه هيبدا يبقى فيه على السلسله وهي بتنمو نيجاتيف تشارج. طيب هل ده منطقي؟ اقول لك ثواني، ازاي نيجاتيف تشارج انيشيتور عليه نيجاتيف تشارج ولنفترض ان هو ار، مجموعه ار، تمام، الكاي جروب ايا ما كانت، ازاي تاتاك حاجه فيها كثافه الكترونيه عاليه؟ هو معروف الدبل بوند او التريبل بوند دي تعني ان هي كثافه الكترونيه كبيره، تمام. طب ايه؟ بيقول لي لا، ما هي دي بقى فايده الالكترون وذراون جروب، ان هي بتسحب، فبتسحب من هنا كده الالكترونات كلها، فبتكشف سنتر هنا ممكن يتم الاتاك عليه. مجرد ما يحصل الاتاك هنا عادي هتكسر دي وتيجي هنا
ولما تروح الالكترو على مجموعه الالكترو سترونج جروب هيبقى فيه استابيلايزيشن للانايون اللي اتكون. ليه بقى؟ قال لي لان البوند بتتكسر كده كده ولا كده، هتتكسر هنا فهيبقى في فول نيجاتيف تشارج هنا. فوجود الالكترو سترونج جروب هيبقى عامل استقرار ويزود من الاستابيليتي بتاعه الانايون ده، وكل ما الانايون ده كان مستقر اكتر فكانت البوليمرايزيشن محببه اكتر. يبقى كل ما كانت الالكترو سترونج جروب اقوى ده بيخليها مياله اكتر واكتر للانايونيك بوليمرايزيشن. تمام، يبقى بيقول لي تيبيكال مونيمر اللي بيمشي للانايونيك بوليمرايزيشن لازم يكون او غالبا هيكون فيه الكترون وذرون جروب. تمام، ليه؟ قال لي دي هتعمل استابيلايزيشن للنيجاتيف تشارج اثناء عمليه البوليمرايزيشن. تمام، عن طريق ان الالكترون وذرون جروب بتسحب. تمام، ويا سلام بقى السحب بتاعها ممكن يكون بالاندكتيف او بالريزونانس. احنا عارفين ان هو يا اما بيكون، طبعا هي سحب فهيكون بالماينس، يا اما ماينس اي بالاندكشن بس او ماينس ار، وبرده ده حلو بالريزونانس لو كان في اكستند للكونجيجيشن هنا كمان. تمام، لو دي بقت فيها اي مجموعه كربونيل او سيانو وايا ما كانت، فهتكون النيجاتيف تشارج على كونجيجيشن دايركت مع دي، فهتبقى الدنيا كويسه جدا. تمام، طيب واحد يقول لي يعني ايه انا لو جبت اي الكين وفي الكترون وذرون جروب وعملت له بوليمرايزيشن مش هيمشي الا انايونيك؟ لا، ما هو مش هيمشي انايونيك غير لو انت حاطط له الانيشيتور اللي يخليه يمشي انايونيك بوليمرايزيشن. الحته دي لازم تبقى حاضره في دماغك وواضحه. تمام، يعني هتلاقي بعض المونومر بتمشي ده وتمشي ده، ازاي؟ اقول لك مين؟ الستايرين، احنا خدناه المره اللي فاتت، بيمشي راديكال بوليمرايزيشن. تمام، وهيمشي هنا كمان انايونيك بوليمرايزيشن. طب ايه اللي يحدد المود بتاع البوليمرايزيشن؟ اللي يحدد المود الانيشيتور. تمام، بس بعض الرياكشنات هتكون تقيله، يعني بعض المونومر بتفضل نوع معين من الرياكشن عن الثاني. تمام، حسب الاستابيليتي، يعني لو كانت الالكترون سترونج جروب دي ضعيفه او مجموعه مانحه للالكترونات، لا الرياكشن هيكون تقيل جدا وصعب جدا ومش هيمشي بالسرعه اللي انت عايزها، او ممكن ما يحصلش اصلا. تمام، كل ده لازم يبقى في دماغك. طيب تعالى كده ناخد انواع المونيمر اللي ممكن تمشي انايونيك بوليمرايزيشن. بيقول لي والله البيوتاداين اتكلمنا عليه برضه قبل كده، الايزوبرين، هو البيوتاداين والايزوبرين هم حاجه واحده يعتبر، لان هم بس اهو برضه الدبل بوند اللي احنا همانا وخلاص، ايا مكان بقى بقيه المجموعه ما تفرقش معاك. تمام، هو البيوتاداين والايزوبرين، الايزوبرين ده مركب طبيعي اهو، فرق مجموعه الميثايل اللي هنا بس، كل الموضوع بتاع البيوتادين ال 1 3 بيوتادين، عشان بس لو حد ايه عايز الاسم كامل. الستايرين برضو اهي الدبل بوند اللي تهمني وانا عامل حلقه بنزين. تمام، الفينايل سلفوكسايد طبعا الاسم ما يخضكش. تمام، انا اللي يهمني برضو مين؟ الدبل بوند. تمام، اللي يهمني الدبل بوند اهو، وادي البرانشات بس انا ملونها لك بالاحمر عشان تبقى عينك عليها، مش فارق معايا خالص ولا كانهم موجودين. طيب ده ممكن تسميه داي فينايل سلفوكسايد عادي زي الدمسو داي ميثايل سلفوكسايد، فده عادي برضه ما يخضكش خالص. تمام، بدل الستايرين بدل ما هي حلقه بنزين حطينا مشتق من البريدين، سواء 2 فينايل بريدين او 4 فينايل بريدين مش فارق معانا قوي، هي يعني بنتكلم في نفس النقطه مفيش اي مشكله خالص، هي قال لي بقى بص لو في كربونايل جروب بيبقى اسهل واسهل بكتير جدا انه يبقى ايه؟ انه يمشي انايونيك بوليمرايزيشن، لان هنا بيبقى زي ما قلت لك بيبقى فيه ريزونانس، بيبقى فيه سحب بالريزونانس، فده بيزود وبيخلي التفاعل يمشي اسرع، سواء اللي هو الاكريلالدهايد او اسمه الاكرولين، ده او ده عادي عليك انك تحفظه. ده الاكريليك اسيد مفيش مشكله، اكريلو نايترايل. تمام؟ اكريلو نايترايل ده هو دي تسميه يعني معتمده عادي مفيش مشكله، فكره النيتريلات تتسمى لاسم الاسيد اللي جاي منه، دي النيترايل ده جاي من مين؟ من الاكريليك اسيد، فبيسمى اكريلو نايترايل. تمام، طيب ده هو الاكريليك اسيد عادي، بس في البوزيشن ده حطيت مجموعه سيانو. تمام، طبعا بتبقى العكس، يعني بيبقى اللينكج من خلال الكربون مش من خلال الان. طبعا ده سيانو اكريليك اسيد، 2 سيانو اكريليك اسيد، او ليه اسم تاني ممكن اسميه عشان بس لو حد شافه، اسمه الفا سيانو اكريليك اسيد. ليه؟ قال لي الكربونه دي الفا، الكربونه المجاوره لمجموعه الكربوكسيل في اي حمض بتتسمى الكربونه الفا، فلو قلت لك الفا سيانو اكريليك اسيد هي برضه مفيش اي مشكله خالص، يعني خد بالك من حته الفا وخد بالك من حته 2، الايوباك بيفضل تسميه الترطيب. تمام،
ميثايل اكريليت ده الاستر بتاع الاكريليك اسيد، وبرده ما زالت الدبل بوند موجوده، وهتعمل اديشن بوليمرايزيشن عادي. طيب ده اسمه ميثايل ميثاكريليت، ادي الميثايل الاولانيه بتعود على بتاعه الاستر وبتاخد حتى مسافه في كتابه الاسم، ميث اكريليت عادي ده مشهور جدا وبيديني بوليمر اسمه البي ام ام اي، بولي ميثايل ميثاكريليت، وده من البوليمرات المشهوره جدا جدا وليه استخدامات كتير وبيستخدم في اكتر من حاجه يعني. تمام، يبقى كده دي كلها المونومرات اللي بتمشي برضو بالانايونيك بوليمرايزيشن. يبقى اهم الشروط قلنا فيه ايه؟ يبقى الدبل بوند معاها اي حاجه تسحب الالكترونات ناحيتها اهو، تمام، دول بيسحبوا الالكترونات ناحيتها، يبقى اي مجموعه ساحبه الالكترونات هيكون الرياكشن كويس. تمام، يبقى دي قصه الانايونيك بوليمرايزيشن وايه البوليمرات اللي المونومرز اللي بتفضل تعمل الانايونيك بوليمرايزيشن. طيب بيقول لي تعالى بقى نمشي واحده واحده كده في الانايونيك بوليمرايزيشن وناخدهم خطوه خطوه. اول خطوه الانيشيشن ستيب. الانيشيشن ستيب بيقول لي الانيشيتورز ار سيلكتد بيست اون ايه؟ الرياكتيفيتي اوف مونومر. مش قلت لك اصلا المجموعات الساحبه للالكترونات بتختلف من بعضها؟ ايوه، كل ما كانت المجموعه الساحبه للالكترونات قويه كان المونومر ده نشط ناحيه الانيونيك بوليمرايزيشن فمش محتاج انيشيتور قوي. يبقى خلي بالك في البوليمرايزيشن، لو المجموعه قويه انت مش عايز انيشيتور قوي، انت مش محتاج قوي مع قوي. لو المجموعه ضعيفه انت عايز انيشيتور قوي. لو انترميديت انت محتاج انيشيتور انترميديت. نعيد تاني، يبقى المجموعه لو ساحب قوي انت مش محتاج انيشيتور قوي. المجموعه لو ساحب ضعيف انت محتاج حاجه قويه تبوش الرياكشن. يبقى انا بحتاج حاجه واحده بس قويه تبوش الرياكشن، يا اما انيشيتور قوي لو كانت المجموعه ضعيفه، او لو المجموعه ساحب قوي انت مش محتاج انيشيتور قوي، انت محتاج انيشيتور ضعيف هيمشي الرياكشن عادي. تمام، يبقى بيقول لي الهايلي رياكتيف مونومر زي مين؟ زي الساينو اكريليت. تمام، ده بيحتاج ويك انيشيتور. حلو، طيب بيقول لي طيب الحاجات اللي ليس رياكتيف زي الستايرين، قلت لك الستايرين كان بيمشي المره اللي فاتت بمين؟ بالراديكال رياكشن، كان بيمشي بالراديكال رياكشن. فبيقول لي ده بيحتاج عشان يمشي انايونيك الى باورفل انيشيتور. هناخد بقى انيشيتورز قويه جدا، وغالبا معظم الصناعات بتفضل انيشيتور قوي عشان الرياكشن يمشي سريع. تمام، طيب قال لي يعني حاجات مثلا من انيشيتور قويه جدا اللي هو البوتاسيوم، ده كربونو ميتاليك كومباوند عنيف جدا وبيشتغل في جو خالي من الهواء. تمام، الرياكشنات كلها معظمها بتشتغل في جو، لم يكن كلها بتشتغل في جو اللي هي بتاع البوليمرايزيشن اير فري او اللي هو اكسجين فري عشان ما يحصلش اي سايد رياكشن. تمام، بيقول لي بقى لو كان اللي هو المونومر انترميديت في السترينث، وبرده اللي هو الانيشيتور بتاعك انترميديت فما فيش مشكله زي الفينايل بريدين والكلام ده كله، بيكون يعني الرياكتيفيتي بتاعت المونومر على قدها فتحتاج انيشيتور برده معقول، فالدنيا بتبقى ماشيه ما فيش اي مشكله خالص. يبقى بقول تاني انا بحدد الانيشيتور على حسب ايه؟ على حسب الرياكتيفيتي بتاعت المونومر. لو المونومر في مجموعه قويه ونشطه انا ما عنديش مشكله خالص استخدم انيشيتور بديل لان الرياكشن اصلا ميال انه يمشي كده، لكن لو المجموعه الساحبه ضعيفه انت هتحتاج انيشيتور قوي. اما لو متوسط القوه فبتحتاج انيشيتور متوسط القوه. قلت لك امثله للانيشيتور زي مين؟ زي اللي هو النورمال بيوتايل ليثيوم او البيوتايل ليثيوم اختصارا يعني، او البوتاسيوم امايد. تمام، ده ما فيش مشكله برضه، دول كلهم مواد قويه جدا كقواعد، دي بيسموها حتى السوبر بيز او جرين يارد ايجنت، ده برضه كل دول معظمهم اورجانو ميتاليك ما عدا ده برضه فيري سترونج بيز. تمام، او ساعات بيدوا لك اسم يقول لك انا بستخدم سوبر بيز. تمام، اللي هو عارف انت موضوع السوبر اسيد والسوبر بيز اللي هو بيبقى الاسيد او البيز قويه بشكل اكبر من ان هو يبقى مستقر في وسط مائي. تمام، دي كلها لو شافت الميه بتتكسر بسرعه بيكون تفاعلاتها عنيفه. تمام، فهي دي فكره السوبر اسيد والسوبر بيز، دي بنستخدم سوبر بيز قلويات قويه جدا. فكره سوبر ان هو فكره سوبر بيز اصلا تعني انه قلوي البي اتش بتاعه، طبعا هو ما ينفعش يبقى في ميه على العموم، ويكون البازيستي بتاعته عشان ما نمشيش بحته البي اتش، البازيستي بتاعته اقوى من 100% صوديوم هيدروكسيد. تمام، يبقى بتبقى اقوى من صوديوم هيدروكسيد كستاندرد، فدي بتبقى بيسموها سوبر بيز، دي بتبقى افضل الانيشيتورز. تمام، يبقى دي كده الانيشيتور اللي اتكلمنا عليها. تعالوا بقى واحده واحده كده ناخده الانيشيشن ستيب، اول خطوه اللي هي الانيشيشن ازاي بيتم. قال لي انا جبت لك البيوتايل ليثيوم. تمام، ده البيوتايل ليثيوم. طيب
البيوتان ليزيوم ده ممكن يكون شكل من مركبات انت ما شفتوش قبل كده، تمام؟ معظم تفاعلات الصناعه دلوقتي شغاله على اورجانو ميتاليك كومباوند، ودي يعتبر الاتجاه الجديد. طيب بس اللي هو الاورجانو ميتاليك كومباوند تختلف الرياكتيفيتي على حسب الرياكتيفيتي بتاعه المعدن. الالكلي ميتال او المجموعه الاولانيه، مجموعه عناصر الاقل اللي هي المجموعه الوان اي، مجموعه الوان اي رياكتيف جدا، فاي اورجانيك كومباوند لما بيتفاعل معاهم انت هتشوف رابطه غريبه جدا، الكربونه متصله بالليثيوم، تمام؟ فدي بتكون قويه بشكل لا تتخيل، مش الرابطه، المركبات دي عنيفه جدا للتفاعل لان هي غير مستقره بالمره، تمام؟ مش كل طبعا الاورجانيك ميتاليك كومباوند في الكلام ده غلط، الاورجانيك ميتاليك كومباوند في مركبات مستقره، يعني بنتكلم على الالكلي ميتال، تمام؟ لو كان صوديوم بوتاسيوم او ليثيوم مفيش مشكله. فبيقول لي هنا اللي يهمني مين؟ في نيجاتيف تشارج، قلت لك عشان انا بشتغل انايونيك بوليمرايزيشن فمحتاج اناين، بس هنا هشتغل بانايون كربون، تمام؟ يبقى ده كربون اناين، ماشي. يبقى انا عندي هنا ادي مركب بتاعي اللي هو النورمال بيتايل، بس ده اللي هو البيتايل اناين، وادي الليثيوم الكاونتر اين عشان يعادل الشحنه بتاعته، تمام؟ مجرد ما هضيفه على مين؟ انا محتاج للستايرين انيشيتور قوي، ده من اقوى الانيشيتور ان لم يكن اقوى، تمام؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل قلت لك ان الستايرين حاله البنزين بتسحب شويه الكترونات، فبتكشف على الكربونه دي جزء بسيط جدا من نيجاتيف تشارج، هنعمله كده بس يعني ايه تجاوزا، هو مش كده خالص، دي في بوزيتيف تشارج، فهتيجي النيجاتيف تشارج دي عشان قويه ومركزه جدا هتعمل اتاك على السنتر اللي فيه شويه بوزيتيف، فهتكسر البنت في الجنب الثاني، هتروح على الكربونه الثانيه فول نيجاتيف تشارج، خلي بالك ما تنساش الحته دي، انت بدات بنيجاتيف لازم تنتهي نيجاتيف، ما هو النيجاتيف كانت هنا جت عملت اتاك هنا اديتها للكربونه دي، الكربونه دي عملت بوش للالكترونات راحت هنا، هتبقى في نيجاتيف تشارج على دي، تمام؟ يبقى كده ادي اول خطوه حصل ايه الانيشيشن، بدات تفاعل متسلسل، اول حاجه بدات بالبيوتايل ليثيوم عمل اتاك على اول كربونه الطرفيه عشان تسحب الالكترونات من ناحيه حلقه البنزين، فكده بدا الرياكشن، تمام؟ نقلت النيجاتيف تشارج بقت هنا اهي، دي النيجاتيف تشارج، كويس. خلاص كده خلاص مجموعه البيوتايل هتبقى ثابته وخلاص، ما عادش محتاجين بيوتايل ليثيوم، لان كده هيبدا الرياكشن يعتمد على ذاته، بقى فيه اناين على مين؟ عند حلقه البنزين، على الكربونه المتصله بحلقه البنزين، بيسموه حتى البنزايل كربون، تمام؟ هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ قال لي الاناين ده مستقر ولا ده؟ بيقول لي لا ده اكتر استقرار، ليه؟ قال لي ده بيتسحب الالكترونات منه شويه لحلقه البنزين، بتعمل ريزونانس مع الحلقه، فالالكترونات ما عندهاش مشكله، حاله البنزين الى حد ما بتبقى ساحب الالكترونات، فبتزود الاستابيليتي شويه، تمام؟ بس هو مش هيصبر، هيروح يعمل اتاك على جزء ثاني من الستايرين، يبقى كده كان الانيشيشن، بدا البروباجيشن بقى، بدا الاناين ده ينقل لحلقه ثانيه ويبدا الاتاك برده على الكربونه دي، يكسر ويتكون نيجاتيف تشارج، وهكذا يتكرر التفاعل ده عدد لا نهائي من الخطوات لحد ما استهلك كل جزيئات المونومر، حلو؟ حلو جدا. طيب معدل التفاعل ده يعتمد على ايه؟ تمام؟ انا لما بتكلم معدل التفاعل انا بتكلم على الكي، تمام؟ عايز اتكلم على الكونستانت او معدل التفاعل، ثابت التفاعل ده بيمشي بيعتمد على ايه؟ قال لي والله ثابت التفاعل ده بيتناسب مع حاجتين، تمام؟ بيتناسب مع حاجتين، اولا تركيز الانيشيتور اكيد، تمام؟ بتاعنا الانيشيتور الجميل ده، طبعا هنحط عليه نيجاتيف تشارج عشان هو، واكيد تركيز المونومر، تمام؟ يبقى برضو دي في دماغك. يبقى انا عايز بوليمر بكميه كبيره او الرياكشن يمشي بكميه كبيره، اشتغل بتركيز عالي جدا، تمام؟ سواء انا شغال في سوليوشن او شغال في بلك، يعني البوليمر بيتحط المونومر زي ما هو بدون اي حاجه، بس غالبا الناس بتفضل انه يشتغل في سوليوشن، بتحط ماده تدوب فيها الستايرين وتدوب كمان الانيشيتور بعد كده بتضيفه. تركيز الانيشيتور اللي بتبدا بيه بيأثر معايا في الفاينل برودكت، خلي بالك صناعه البوليمرات صناعه حساسه جدا لكل حاجه. كل تغيير بتعمله بيأثر معاك في الفاينل برودكت، ولذلك الشركات ما بتقولش لحد سر التصنيع بتاعها ايه، وده اللي بيفرق شركه عن شركه والبوليمر من شركه للتانيه. وفي بعض البوليمرات عشان بس نبقى صادقين مع بعض، شركات معينه بتصنعها ومحدش عنده السر بتاع التصنيع، تمام؟ مش معنى انك عرفت المونومر انك هتعرف التفاعل بيمشي ازاي. كويس، خلي بالك برضو ان هنا الانيشيتور لازم يبقى جزء من السلسله، هنشوف بقى دلوقتي في خطوه البروباجيشن. بيقول لي الاناين اللي اتكون ده بيأتاك a second monomer molecule، تمام؟ وينقل يبدأ كده يعمل ترانسفير للاكتيف سنتر، يبقى كده الاكتيف سنتر بيرحل معايا كل مره على الهيد بتاعه التشين، تمام؟ ويأتاك بوليمر جديد ويحصل ريبيتيشن كتير جدا
لحد ما يتكون تشين كبيرة. أهو ده ستايرين، قلت لك ار ليثيوم عادي اللي هو البيوتايل ليثيوم أي مكان، برضو أدي أول رياكشن. هو جايبها لك إن هو الليثيوم مسك على أول كربونة، طبعا أكيد الليثيوم عليه بوزيتيف ودي عليها نيجاتيف، يعمل أتاك على التاني برضو هيعمل أتاك هنا، والنيجاتيف تروح للجنب التاني هنا هتبقى النيجاتيف هنا، وهكذا تبدأ التشين واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية إلى أن أستهلك كل الستايرين اللي عندي في الرياكتور او جوه الفيسل اللي انا بعمل فيها التفاعل. التفاعلات دي بتتم في يعني مستوعبات او فيسل كبيره شويه، بتبقى برضو بيسموها رياكتور، تمام؟ دي اللي بيتم فيها بتضيف فيها السولفنت، بتضيف فيها الماده بتاعتك المونومر، وبتضيف فيها كل حاجه وتبدا التفاعل، بتبدا مسيطر فيها كمان على درجه الحراره، بيبقى فيها سيستم بيبقى بيسموه دبل جاكيت، تمام؟ ان انا ممكن اسخن وممكن ابرد، ممكن امرر مثلا اي ماده تعمل كولينج للسيستم، مهم عشان التفاعل ده برضو تفاعل اكزوثيرميك، التفاعل بيتم بسرعه فلازم تسيطر على درجه الحراره، لان الحراره لو عليت ايه اللي هيحصل؟ الحراره لما بتعلى بتكسر البوليمر تشين، تمام؟ طيب هل هيستمر التفاعل ده الى ما لا نهايه؟ قال لي والله في حاجه غريبه في الانيونيك بوليمرايزيشن. ايه هي؟ قال لي ان التيرمينيشن ستيب مش مفهومه قوي، تمام؟ التيرمينيشن ستيب في الانيونيك، انا اغير لك اللون عشان نبقى ايه، تمام. بيقول التيرمينيشن ستيب مفيش فورمال تيرمينيشن باث واي، تمام؟ يبقى مفيش حاجه فورمال قوي، تمام؟ بيحصل تيرمينيشن، استهلكت المونومر، حصل دي اكتيفيشن للرياكشن، دخل الامبيورتيز، تمام، الرياكشن هيقف، هو كده ولا كده لما استهلكت الماده بتاعتك الرياكشن هيقف، كلنا منطقيين. ولكن الفكره وما فيها، هل في رياكشن اقدر اقول لك الرياكشن ده اللي بيحصل؟ لا، تمام. بيقول لي لان فكره الترانسفير بتاعه الاتش بوزيتيف زي اللي كانت في الكاتيونيك مش موجوده هنا، تمام، واصلا السولفنت اللي انا بستخدمه مش مانح للاتش بوزيتيف، تمام. يبقى كده عشان الرياكشن ما ينفعش يبقى في اي اتش بوزيتيف تتشال، لان لو كده البيوتايل ليثيوم بيز قوي جدا هيسحب الاتش بوزيتيف ومش هيعمل الرياكشن، هيسيب الستايرين اللي هو مش عايز يتفاعل ويروح يتفاعل مع اي حاجه تدي الاتش بوزيتيف احسن، تمام. يبقى كده مفيش ترانسفير من السولفنت ولا اي سبيشيز ثانيه بتدي اتش بوزيتيف في الرياكشن، يبقى كده مفيش الباب ده خالص. حلو، خلاص. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي بيحصل تيرمينيشن ان انتشنال، تمام، يعني غير مقصوده او بشكل غير مرغوب فيه، يعني مش بشكل غير مرغوب فيه، وانت مش قاصد تعمل تيرمينيشن بيحصل تيرمينيشن للرياكشن بتاعك، تمام. ازاي؟ قال لي والله الكونشن ده كونشنج اللي هو الايقاف او التثبيت للتفاعل ده بيقف في النهايه بسبب التريس امبيورتيز. خلي بالك صناعه البوليمرايزيشن او صناعه البوليمرز عموما عندها سنسيتيفيتي رهيبه، وخصوصا الانيشيتورز، تمام، لفكره الامبيورتيز. طيب الامبيورتيز دي تشمل لو جزء اكسجين او كربون دايوكسيد او ميه، ايه ده؟ قال لي دول كلهم لو بواقي كربون دايوكسيد او بواقي ميه او شويه اكسجين كانوا في الرياكتور بتاعك هيعملوا لك كوينشنج ان انتشنال، هيعمل لك كوينشنج ويعطل التفاعل ويوقفه قبل ما يخلص، تمام، او يعطل لك ويستهلك جزء من الانيشيتور بتاعك، تمام. طيب لو انا ما فيش اكسجين ولا كربون دايوكسيد ولا ميه ولا في اي الامبيورتيز، تمام، قال لي وانا عايز اوقف التفاعل، عايز اتحكم في حجم البوليمر مثلا، اشتغل سي عدد معين من الثواني، التفاعل ده يعني التفاعلات دي في ساعات التفاعلات بتحصل بسرعه رهيبه، اشتغل بعد وقت معين او بتركيزات معينه وعايز اوقف التفاعل عند موليكولار ويت معين، بحاول اظبط اي حاجه اي مكان، يعني تخيل انت ان التشين بتنمو ورا بعض، فانا لو وقفت التفاعل بسرعه هوقفه عند حجم صغير، ولو سبته يكمل للاخر هيبقى الوزن زاد مني. فانت لو عايز توقف التفاعل بشكل متعمد ضيف ميه، ما تقدرش تضيف اكسجين بس عشان ممكن يبوظ لك الدنيا ويكسر لك مركب، بنضيف ايه؟ نضيف ميه توقف التفاعل، او نضيف امونيا، او نضيف الكول، تمام. طيب تعالوا نشوفوا اصلا الحاجات دي لو جت في المي، لو جت في الرياكتور ايه اللي بتعمله H2O، او ايه اللي بيعمله الاكسجين، او ايه اللي بيعمله الكربون دايوكسيد، او ايه الالكول، او ايه الامين اللي بيعمله عشان يعمل كونش للرياكشن. قال لي الموضوع غايه في البساطه جدا. اللي بيحصل ان انت عندك سنتر هنا عليه نيجاتيف تشارج كربوناين، وادي الليثيوم عليها بوزيتيف تشارج، تمام. طيب ده بيقول لي فيري فيري سترونج بيز، ليه بازستي عاليه جدا. يعني ايه بازستي؟ يعني عنده قدره عاليه جدا على استقطاب اي اتش بوزيتيف من اي حاجه فيها بولر بروتون، فمجرد ما تشوف الميه هتيجي واخده منها اتش بوزيتيف ومتعادله وخلاص كده عملت ترمينيشن
وشالت النيجاتيف تشارج مع التشين اللي كانت بتنمو ووقف التفاعل كده، ويجي الليثيوم متفاعل مع الجزء اللي فاضل اللي هيبقى عليه نيجاتيف تشارج ويتكون عندك ليثيوم هيدروكسيد. تمام؟ يبقى كده إضافة المية عملت إن هو المية إدته بروتون، إدت للتشين أو الكربوناين اللي كانت بتنمو، التشين اللي كانت بتنمو اللي عليه نيجاتيف تشارج، قتلت الأكتيف سنتر إن هي إدت له اتش بوزيتيف، فأنهت السلسلة دي خالص وتكون عندي ليثيوم هيدروكسيد وخلاص كده الرياكشن وقف. نفس الطريقة الأمونيا بتعملها، نفس الطريقة بيعملها الكحول، نفس الطريقة بيعملها الأكسجين أو الكربون دايكسيد. واحد يقول لي لا الكربون دايكسيد هيعملها إزاي؟ أقول لك ثانية ركز معايا، أقول لك إزاي الكربون دايكسيد بيشتغل بالطريقة دي برضه. الموضوع سهل جدا، الكربون دايكسيد مش عامل كده، اسمح لي أرسمه لك بشكل عمودي. تمام؟ أهو أدي دبل بوند أو دبل بوند أو. تمام، الكربونة دي عليها بسبب سحب الإلكترونات عليها بوزيتيف تشارج قوية، لأن في الإلكترونات بتسحب لفوق كده وكده. تمام، فالسنتر ده أنشط من أي جزء استيرين تاني، فالأتاك هيتم عليه أسهل، فهيتم الأتاك على الكربون دايكسيد وتفتح أي واحدة من البوند كده يجي عليها نيجاتيف تشارج. لا، النيجاتيف تشارج على الأكسجين هتبقى الدنيا أحلى. تمام، متخيل معايا المنظر؟ فهتلاقي بدل ما هنا دي اتش هتلاقي دي بقت سي، في واحدة دبل بوند او لسه موجودة واللي فتحت بقت او نيجاتيف، بقى كأنه اسيد. تمام، وتيجي الليثيوم هنا مفيش مشكلة، المركب ده مستقر جدا وقاعد ما عندوش مشكلة خالص. يبقى دي اللي بيعملها، او دي الحاجات اللي بيعملها مين؟ اللي بيعملها الكربون دايوكسيد. تمام، يبقى دي كده من طرق الترمينيشن، بس دي بنعملها عمدا، ما بنعملش طبعا بالكربون دايوكسيد، غالبا بنضيف ميه مفيش اسهل منها، يعني شويه ميه بنضيفها على الرياكشن اللي هو بيوقفوا عمليه البوليمرايزيشن بالكامل. طيب بيقول لي في الحته دي بيجي لك حاجه في دماغك كده وتفكر ماذا لو انا استخدمت الترا بيور رو ماتيريال، حاجه بيوريتي عاليه جدا، انا مستخدم تايرين بيور جدا وشايل منه الكربون دايوكسيد وعامل له تجفيف مخلي الميه منعدمه فيه، مفيش اكسجين، كل ده انا مظبط الرياكشن، عامل الرياكشن تحت سطح غاز خامل، فانا متاكد 100% مفيش اي امبيرتس، ومستخدم الكايل ليثيوم الانيشيتور نظيف جدا، مستخدم كيميكال بجريد عالي جدا عشان اخلي الكربوناين او الكربوناين اللي اتكون عندي مستمر. فده بيسموه حاجه اسمها الليفنج اناين. تمام، او الليفنج انايونيك بوليمرايزيشن. ازاي؟ يقول لي هنا بقى بيبقى الانايون قاعد ومستني ومش لاقي اي حاجه تعمل له دي اكتيفيشن. طيب لو سبته شويه والرياكشن وقف لانه خلص الاستايرين، خلص المونومر، هيبقى قاعد الانايون مستني، مجرد ما تضيف شويه استايرين من بره يبدا الرياكشن يشتغل من جديد من غير انيشيتور، ودي اسمها الليفنج بوليمرايزيشن او الليفنج انايونيك بوليمرايزيشن. يبقى بيسموها البلمره الحيه. البلمره الحيه دي هي عباره عن ان انا بشتغل بحاجات نظيفه جدا مفيش اي امبيوريتيز، فده بيؤدي الى ان الانايون بتاعي يستمر معايا ويستمر الرياكشن ومن غير اي حاجه تعمله دي اكتيفيشن، المفروض نظريا يستمر معايا الى ما لا نهايه، كل ما اضيف له شويه مونومر تانيين هيعمل الرياكشن، والمونومر اللي بيعمل كده اسمه ليفنج مونومر. تمام، ولكن احقاقا للحق هو حتى لو انا مستخدم انضف حاجه في العالم كله اكيد كده ولا كده بيحصل حاجه اسمها سبونتينيوس دي اكتيفيشن، ان اللي هو التشين اللي عليها نيجاتيف تشارج مش تبقى مستقره فتره طويله، وهيحصل رياكشنات انت مش عامل حسابك عليها، وفي النهايه يحصل لها دي اكتيفيشن، بس اكيد يعني مش في دايه هتبقى برضو قاعده فتره بالنشاط ده كله. يبقى بيقول لي في حاله غياب كامل لاي امبيوريتيز فالكربوناين بيشتغل وبيبقى قاعد رياكتيف ومستني اي مونومر جديد تضيفه، وده بيسموا النون تيرمينيتد تشين دي اللي عليها نيجاتيف تشارج ومستنيه اي مونومر عشان تضاف عليه، خلاص استهلك كل اللي عنده، living polymers. تمام، بوليمر حي. طيب بيقول لي تعالى بقى كده، بما ان احنا اتكلمنا على الانايونيك بوليمرايزيشن انا عايزك تديني شويه افكار. تمام، فاكر احنا اتفقنا من الاول ان في بعض الاسئله انا عايز افكار، مش عايزك تحل بالراحه كده، اديني فكره. قلنا الانايونيك بوليمرايزيشن ايه اللي بيخليها احسن؟ قلنا لما يكون في مجموعه ساحبه للالكترونات فين؟ متصله مباشره على الدبل بوند. فبيقول لي دول الرينج للمركبات دي كلها اكوردنج للرياكتيفيتي towards الانيونيك بوليمرايزيشن. تمام، عايز اقول مين فيهم افضل واحد او مين اللي بيفضل يعمل الرياكشن عن التاني. فالموضوع بسيط،
افترض ان الرياكشن حصل فبيتكون نيجاتيف تشارج هنا، احنا اتفقنا بيتكون نيجاتيف تشارج هنا وهنا وهنا وهنا، تمام. مين فيهم اكتر استقرار؟ قال لي سيبك من البنزين اللي معلوش ولا اي حاجه خالص، ابدا شوف السبستيتوت. طيب اول حاجه الميثايل ساحب ولا مانع؟ قال لي لا الميثايل بيدي الكترونات، يبقى حلقه البنزين من غيره احسن. تمام النيترو ساحب قوي للالكترونات مش مانع، ساحب قوي للالكترونات فبيسحب من هنا كده بالريزونانس فيخلي ده ستيبل، فيبقى ده اسرع من البنزين، من حاله البنزين لوحدها يبقى ده اسرع من الستايرين العادي. طيب مجموعه الميثوكسي، مجموعه الميثوكسي مانع قوي للالكترونات اقوى كمان من الميثايل لوحدها، تمام، فهيعمل بوش اللي هو الالكترونات فهيزود النيجاتيف تشارج هنا فده هيخلي الرياكشن ده ابطا، تمام. الكلور بتسحب برضو بالاندكتيف وبتدي شويه ريزونانس فبيبقى لها قصه، بس ايا ما كانت المحصله ان الكلور برضو افضل من الستايرين، تمام. يبقى كده خلاصه الكلام ان انا لو انا بقارن هلاقي ان افضل واحد في دول كلهم اللي فيه اقوى مجموعه سحب الالكترونات اللي هو ده، وبعد كده هيكون ده، تمام، ده رقم 2، تمام، وبعد كده هيكون عندي حلقه البنزين من غير اي تفرع، وبعد كده هيكون اللي فيها مانحة للإلكترونات ولكن بطيئة، تمام، دي رقم 4، وده رقم 5 وأسوأهم، وده ما بيحبش يمشي بالطريقة دي خالص، ممكن يمشي راديكال يمشي أي حاجة ولكن ما يفضلش يمشي بطريقة الأنيونيك بوليمرايزيشن. يبقى الهنت بتاعتنا إن أنا بعمل الرينج للرياكتيفيتي أو الرياكتيفيتي دايركتلي بروبورشنال تو مين الاستابيليتي بتاعت الكربوناين اللي هيتكون، قلت لك الكربوناين هنا لما هيتكون هيبقى عليه نيجاتيف تشارج، فاحسن حاجه تعملها ان النيجاتيف تشارج دي تسحبها فتخلي مجموعه ساحبه للالكترونات هنا وكله، لكن لو حاجه بتدي الكترونات ودي نيجاتيف تشارج فانت بتزود التشارج هنا فبيبقى الاناين ليس ستيبل. واحد يقول لي طيب ما هو بالعقل لو الانترميديت اللي اتكون ليس ستيبل يبقى هيفضل يجري ويوصل للبرودكت اسرع. اقول لك ده ليه تشبيه وحيد، تمام، ممكن افسر لك بيه الحته دي. ما انا عشان اقنعك واقول لك ان هو الانايل لما يبقى ليس ستيبل الرياكشن بيبقى بطيء، بتقول لي لا ده هو الانرجي فيه عاليه فالمفروض ان هو يمشي اسرع. اقول لك ماشي، اديتك عربيه واديتك صاروخ، تمام، مين فيهم اللي يوصل اسرع من اسكندريه للقاهره؟ بدون نقاش هتقول لي الصاروخ. حلو، طيب استنى، الصاروخ ركبت فيه واحد مجنون والعربيه اديتها لواحد عاقل، مين اللي يوصل اسرع؟ المجنون اصلا 90% مش هيتجه للاتجاه اللي يوديه يوصله، فدي مشكله الحاجات لما تبقى ليست ستيبل مش هتمشي اصلا، مش هتمشي في الاتجاه اللي انت عايزه، ممكن تعمل 200 سايد رياكشن، تمام. ثانيا الحاجه لما تبقى ليست ستيبل بيكون حاجز الطاقه او الاكتيفيشن انرجي بتاعها عالي فبيكون برضو الرياكشن مش ماشي سريع، تمام، في اكتر من حيثيه. فانا فكره ان انا بيتكون عندي كربوناين نيجاتيف تشارج شطارتي كلها ان انا ازاي اوزع النيجاتيف تشارج، اسحبها بمجموعات سحب الالكترونات. يا سلام لو كان في اي نيترو تانية هنا مفيش مشكله، اي مجموعه سحب الالكترونات تانية، ماذا لو بدل الكلور بقى في فلور، تمام، ماذا لو كان مثلا كلور وفلور وبروم ويود قارنهم ببعض، الفلور طبعا قوي وهكذا. ففكره ان انت تشتت النيجاتيف تشارج اللي بتتكون دي هي الفكره اللي بتخلي الرياكشن يمشي اسرع. يا رب الحته دي تبقى واضحه. كده خلصنا الانايونيك بوليمرايزيشن وهنبدا في النوع الجديد اللي قلنا عليه الكوندنسيشن بوليمرايزيشن. كوندنسيشن يعني تكاثف، الحاجه تتكاثف. طيب ايه بقى الكلام ده كله؟ بيقول لي الكوندنسيشن بوليمرايزيشن هو نوع جديد لسه انت ما قريتش عنه، يمكن تكون سمعت الاسم قبل كده، من البوليمرايزيشن. ممكن تكون يعني في ناس كتير خدت عنه حاجه في ثانوي او حاجه كده، بس هنا هناخده بشويه من التفصيل. بيقول لي الكوندنسيشن بوليمرايزيشن ده هو عباره عن رياكشن ما بين غالبا اثنين مونومر، تمام. يبقى ايه الكوندنسيشن بوليمرايزيشن؟ بيقول لي هو عباره عن ستيب جروث بوليمرايزيشن. خلي بالك الثاني كان ليه اسم ثاني، فاكره ولا لا؟ اللي هو الاديشن كنا بنقوله عليه التشين جروث، ده اسمه التشيب جروث بوليمرايزيشن، وده نوع من البوليمرايزيشن بيتم ما بين فانكشنال جروب. بيتم ما بين ايه؟ فانكشنال جروب، بيتدخل فيه مجموعات وظيفيه هي اللي بتتفاعل، مفيش دبل بوند بتضاف على دبل بوند، تمام. يبقى المونومرز تتفاعل مع بعضها
عشان تدي برضو لارج ستراكشر يونت اللي هو البوليمر، تمام. وكمان بيحصل ريليز لباي برودكت سمول موليكول، ممكن يكون ميه، ممكن يكون جزيء ميثانول، جزيء اتش سي ال، اي مكان. المهم انه بيتكون جزيء كبير ويفقد المركب جزيء صغير من عمليه التكاثف، ومن هنا جت عمليه التكاثف. تمام. يبقى بيقول لي من اهم مميزاتها ان هو بيبقى فيه اتنين مونومر غالبا. قال لي كمان بيتكون لينير بوليمر بنسبه 99% الا لو انت ناوي او عايز تعمل تفرعات. يبقى لو انت عايز تضيف حاجه تعمل برانشنج او سايد تشين ماشي، لكن انت لو حطيت ومشيت بالطريقه الستاندر الرياكشن ده بيديني لينير بوليمر اونلي. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لي اللي بيحصل ان انا بيتكون عندي لينير بوليمر من باي فانكشنال مونيمرز. ايه ده بقى؟ ايه الباي فانكشنال؟ بيقول لي ان المونيمر لازم يبقى فيه اتنين فانكشنال جروب. ما انت عشان تعمل طابور كبير او صف كبير تقف جنبك، لو انت وقفت 10 او 12 شخص جنب بعض وقلت لهم كل واحد يفرد ايديه الاثنين ويمسك في ايدين اللي جنبه، هيمسكوا يعملوا سلسله، تمام. لكن لو واحد فيهم بس حاطط ايد في جيب وماسك في ايد واحد، السلسله هتتقطع عنده. فلذلك ده فكره الباي فانكشنال جروب، ان انا بستخدم مجموعات اللي هو المركب او المونيمر اللي عندي يبقى فيه اثنين فانكشنال جروب. طيب ده شيء كويس. بيقول لي لو انت ضفت على المونيمر مركب واحد في مجموعه واحده وظيفيه فانكشنال جروب واحده، ولنفترض مثلا دايكربوكسيليك اسيد وداي امين بيتفاعلوا مع بعض عشان يدوني تشين كبيره، حلو كويس باي فانكشنال، يبقى داي امين وبرده اللي هو مركب يبقى فيه اثنين كربوكسيليك اسيد، كويس جدا. يبقى انا لو الاسيد عندي فيه اثنين فانكشنال جروب، اثنين كربوكسيل، والامين اثنين امين، لو انت تريسز بس من بنزويك اسيد او اسيتك اسيد دخلت على الرياكشن ده هتوقف التشين، هتوقف التشين عن النمو، ودي ممكن اعمل بيها كوينشي للرياكشن، وممكن اتحكم فيها في التشين لينز في طول السلاسل، وبالتالي اتحكم في وزن البوليمر، ومن هنا هتحكم في خواص البوليمر. اللي قلت لك البوليمر من اهم حاجه بتميزه ان هو بيعتمد على حجمه على وزنه. بيقول لي ايه بقى امثله البوليمر اللي هو بيتعمل بالبلمره التكاثف او الكوندنسيشن بوليمرايزيشن؟ قال لي النايلون اشهر الحاجات. كلمه نايلون ده اسم كبير لعيله كبيره جدا من اهم وافضل وواحد من اول البوليمرات اللي اتصنعت والاوسع استخدام في العالم كله. النايلون دخل في كل حاجه تقريبا. الكيفلر ده بيتصنع منه الحاجات والملابس الواقيه من الرصاص، تمام، بوليمر قوي جدا. البولي استر بيتعمل منه معظم الهدوم دلوقتي. الباكلايت، الميلامين كان بيتعمل منه الاطباق زمان، الباكلايت ده بيتعمل منه طفايه السجاير. البولي كربونيت وان كان في بعض يعني تحفظات على الحته دي، بس برضه كوندنسيشن بوليمر، تمام. البوليوريثين وده بيتعمل منه حاجات كتير زي اللي هو عارف انت الكوتشي، الكوتشي من تحت بيتعمل من ماده كده اهم حاجه تكون قويه وفي نفس الوقت يكون لها درجه عاليه من المرونه، فبتجمع بين خواص غريبه. البوليوريثينز بتعمل دي، وخصوصا ان العيله دي برضو كبيره جدا. الايبوكسايد زي ماده زي الايبوكسي ريزن، ناس كتير دلوقتي بتحب تعمل بيها الارضيات، ماده قويه جدا. كل دول من البوليمرات اللي هي بتتعمل بالكوندنسيشن بوليمرايزيشن. الكوندنسيشن بوليمرايزيشن بتديني بوليمرات بخواص ممتازه واقدر اتحكم فيها، واحده من اهم الاكتشافات العلميه اللي هي بلمره التكاثف. ادي هناخد اول مثال، تمام، ان انا بجيب داي كربوكسيليك اسيد، عشان كده قلت لك داي فانكشن، ادي مجموعه تمام، وفعله مع دايول كحول ثنائي الهيدروكسيد زي الايثيلين جلايكول مع مين؟ مع الاديبيك اسيد. اغير لك اللون برضو عشان تبقى شايف، تمام. يبقى الاديبيك اسيد او اسمه هكسان دايويك اسيد، تمام، ست كربونات او 1 2 3 4 5 6، تمام، هكسان دايويك اسيد في كل تيرمينال منه في مجموعه كربوكسيل، وده ايثيلين جلايكول عادي لو عايز تطول السلسله، عادي لو عايز تغير سلسله ده برضو، اهم حاجه يكون داي كربوكسيليك اسيد، ممكن يكون ده اروماتيك اسيد عادي جدا، تمام. طيب ده داي كربوكسيليك وده دايول، هيتفاعل ده هيمسك بعد من هنا، تمام، ويتم الرياكشن فيحصل تكاثف، هيفقد مين؟ جزيء الميه، ما هو ده الجزيء الصغير اللي بنفقده، عشان كده جت اسمها تكاثف. طيب هيتكون ايه؟ استر لينكج، تمام، لينكت استر اهي، وما زال الطرف ده يقدر يكمل، بس هو اتفاعل، هو كاتب لك هنا مين؟ ان هو ده البوليمر كامل، وما زال هنا برضه هيبقى فيه او اتش فري تتفاعل، دي تروح تتفاعل مع اسيد ودي تروح تتفاعل مع جزيء كحول جديد، ويبدا التفاعل اكتر واكتر، تمام؟ طيب ممكن سؤال بقى بسرعه،
ده هيبقى لينير الى ما لا نهايه، ما فيش طريقه غير كده. طيب تخيل لو حطيت لك كربوكسيليك اسيد فيه 3 كربوكسيليك جروب، تمام، في 3 كربوكسيل جروب، يعني تخيل لو هنا في كربوكسيل جروب كمان هنا، هتبقى دي البرانش بوينت. تخيل لو ده كحول ثلاثي الهيدروكسيل، ولا افترض مثلا الجليسرول، هيعمل برضو برانش بوينت، يخلي فيه تفرعات ويعمل كروس لينكينج، تمام. طيب ماذا لو انا حطيت لك اسيد ما فيهوش المجموعه دي بقى؟ هتبقى دي النهايه الميته للسلسله، وهيكون ده الاسيد ده ما عندوش فرصه انه يتفاعل تاني، فدي نهيت بيها جنب من جناب السلسله وقتلت التفاعل من هنا. على حسب تركيز الاسيد احادي الكربوكسيل بتحكم في طول السلاسل وسرعه التفاعل وحجم والوزن الجزيئي للاسيد او للبوليمر الناتج. ده كده برضو البولي استر. بيقول لي من ضمن الحاجات برضو من البولي استر، طبعا قلت لك بولي استر بولي امايد. طيب ده برضو داي كربوكسيليك اسيد ولكن على حلقه اروماتيك مع اثيلين جلايكول، برضو بسخن بيفقد جزيء ميه ويديني برضو ادي اول مرحله استر لينكج، وما زال ده في او اتش وده في كربوكسيل يقدر يكمل وهكذا لحد ما يديني الياف الدايكرون، او بيسموه البوليمر ده اسمه بولي ايثيلين تيرفيثاليت. ده اللي بيتعمل منه زجاجات الميه، بيتعمل منه كل حاجه، كل حاجات بتاعت اللي هي الميه اللي هي الحاجات الساقعه، كل الحاجات دي كلها بتتعمل من زجاجات المصنوعه من البولي ايثيلين تيرفيثاليت. هو للاسف بوليمر سيء جدا صحيا، ولكن استخداماته سهله وتصنيعه سهل، والماده يعني بتاعته الرو ماتيريال بتاعته رخيصه، فالعالم كله بيصنع منه حوالي 400 مليون زجاجه في السنه، ودي كارثه، كارثه البلاستيك كلها في البي اي تي، تمام؟ اللي هو اختصار لكلمه بولي ايثيلين تيرفيثاليت. هتلاقي على الازاز من تحت لو بصيت او على الجنب هتلاقي معمول مثلث كده ومكتوب جواه واحد ومكتوب جواه بي اي تي. طبعا بعض الناس بتفترض عبثا ان ده عشان البلاستيك ده يعني جميل والبلاستيك ده قوي وان البلاستيك اللي مكتوب عليه واحد ده نظيف لانه اول استخدام، مفيش الكلام ده، ده بيحدد بس نوع المونومر المستخدم، ده بيحدد ان هو ده من البوليمر اللي هو البولي ايثيلين تيرفيثاليت. طيب البولي امايد قلت لك ده البولي امايد زي النايلون، تمام، برضو بيبقى داي كربوكسيليك اسيد، بس المره دي بدل ما هنكون استر هنحط امين، بدل ما دايول هنحط داي امين، هيكسابيثيلين داي امين، وبرضو بنسخن فبيفقد جزيء ميه ويتكون عندي امايد لينكج، وبيكمل التفاعل برضو لحد ما يديني عدد لا نهائي من التشين سلاسل كده. ولذلك دي من اهم ما يميز النايلون، ان هو ليه طبيعه كانه مركب ليفي، بيكون الياف، والياف النايلون قويه، قويه جدا كمان، يعني كانت دي من اهم الخواص. النايلون مش شبه البوليسيلين، البوليسيلين يتعمل منه رقاق، يتعمل منه كل حاجه، لكن النايلون يفضل قوي ان يتعمل منه الحاجات اللي انت محتاج ان انت يتعمل منه فايبر، او يتعمل منه الحبال، يتعمل منه الحاجات اللي انت محتاج ان يبقى فيها قوه على الشد الطولي، ان لما بشد على طول السلاسل دي المركب ده بيكون قوي جدا، تمام. طيب كاتب لك هنا نايلون 6 6، محدش يقول لك نايلون 66، فاهمني؟ اللي يقول لك كده يبقى هو ما يعرفش يعني، بس هو على العموم اسمه نايلون 6 6. النايلون غالبا بيبقى جنب اسمه، عشان كده قلت لك النايلون دي عيله رقم، الرقم ده بيحدد مين انواع المونومر اللي داخله. لو هنا كاتب لك اديبك اسيد عشان فيه 6 كربونات فحط لك 6، و 6 ده هيكساميثيلين دايمين 6 كربونات هنا فحط لك السته الثانيه، يبقى ده السلسلتين عدد الكربونات اللي فيهم في الامين وفي الداي كربوكسيليك اسيد قد بعض، فده بيتسمى نايلون 6 6. طب لو غيرت في دي عادي، في نايلون 6 4، في نايلون 6 بس، في نايلون 12، في نايلون 10، في نايلون 6 10، مفيش مشكله، دي كلها بتحدد بس طول السلاسل، الرقم الاول للاسيد والرقم الثاني للامين، تمام. ده اللي هو مين، ده اللي بيحدد اللي هو النايلون، تمام، مفيش مشكله لو فطبعا الرقم الاول للاسيد او الرقم الاول للامين او رقم تاني للاسيد والرقم اللي هو الاول للامين مش فارقه قوي، المهم ان الارقام دي بتتقرا 6 6 6 10 6 4، الكلام ده كله ده يعني طول السلاسل الكربونيه في الاسيد والامين المستخدم عندك، ودي الريبيتنج يونت بتاعتك. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي هي من الكوندنسيشن بوليمر المشهور جدا قلت لك البولي يوريثين. طيب البولي يوريثين بيتعمل بطريقتين، ايه فكره اصلا اليوريثين لينكج؟ اليوريثين لينكج دي بتتكون عباره عن رابطه شويه غريبه ممكن تكون ما شفتهاش قبل كده، اللي هي الكربميت بوند، بيتكون عن طريق مركب اللي هو الداي ايزوسيانيت، تمام، دي اسمها الايزوسيانيت جروب، تمام، مجموعه الايزوسيانيت جروب دي مجموعه غريبه شويه، بيكون الاتصال للحلقه من ناحيه الان، وادي الكربون وادي الاكسجين في التيرمينال خالص، بيتفاعل برضو مع الدايول، قلت لك اهم حاجه يكون في 2 فانكشنال جروب، تمام، مفيش اي مشكله، فبيبدا الرياكشن يتم
ولا في اي حاجه خالص بيحصل، ان هو بيتم هنا اللومبير بيحصل اتاك على الكربونه، تمام. وبيحصل ايه ارينجمنت في النهايه اللي بتحصل عليه، ان الاتش دي بتيجي على الان، تمام، ودي بتبقى سي دبل بوند او، بيتكون هنا اللي هو او سي بوند جديده. يعني البوند الجديده اللي بتتكون بتبقى سي دبل بوند او اهي، او المجموعه هنا في ان اتش، تمام اهي، ودي فيها او ومكمله برضو بقيه السلسله. المجموعه دي اسمها كارباميت جروب، تمام، زي اللي في الكارباميك اسيد. طيب مجموعه الكارباميت دي او بيسموها اليوريثين لينكج، تمام، دي من اهم ما يميز برضو مجموعه اليوريثين. مجموعه شويه غريبه يمكن تكون ما شفتهاش، حاول تتعود عليها عشان تعرف شكلها. بتيجي من داي ايزوسيانيت مع دايول. طيب اهي، ويبدا بقى الرياكشن يكمل لحد ما يديني عدد لا نهائي من التفاعلات ورا بعض. في طريقه ثانيه برضو بيتصنع بيها عادي جدا توصل لليوريثين لينكج، ان انت بتجيب مركب برضو بنفس الطريقه دي اللي هو اسمه بس كلوروفورميت. ده هو اصلا المركب ده اسمه بس فينول ايه، عشان انت لو عايز تدور عنه، المركب ده اسمه بس فينول ايه، تمام، وبيتفاعل مع غاز اسمه الفوسوجين، تمام. لو دخلت تدور عليه غاز الفوسوجين ده بيبقى عباره عن سي دبل بوند او وسي ال وسي ال، تمام، سي ال من هنا وسي ال من الجنب الثاني، تمام، ده غاز الفوسوجين، تمام. طيب غاز الفوسوجين ده بيتفاعل مع اللي هو البيسفينول ايه اللي بيبقى او اتش او اتش، فبيتفاعل من جنب واحد على حسب ما تظبط الريشيو بتاعت الاكشن. المهم ان هو بيدي لك مركب اللي هو مركبات البيس كلورو فورمين. بقى فيه في التيرمينال هنا كلور، وهنا في التيرمينال كلور، في كلور، تمام. طيب الكلور اللي هنا واللي هنا الطرفيين جاهزين يتفاعلوا مع او اتش او يتفاعلوا مع امين، رياكتيف جدا، يتفاعلوا مع اي حاجه. لو خليتهم يتفاعلوا مع امين بيديني اللي هو اليوريثين لينكج، لو خليتهم يتفاعلوا مع او بيديني كربونيت، هيكمل هنا ويدي لك او مركب تاني. بقى دي مجموعه الكربونيت، لان مجموعه الكربونيت سي او 3 صح؟ هي دي، هي دي مجموعه الكربونيت. فانت لو فعلته مع كحول هيدي لك اللي هو كربونيت، ولو فعلته مع ديامين هيدي لك مين؟ هيدي لك اللي هو اليوريثين، بولي يوريثين. خليك عارف ان البولي يوريثين بيتحضر بطريقتين، يا اما من الايزوسيانيت او من البيس كلورو فورميت. اهم حاجه كلمه بيس يعني ثنائي، بس عشان مجموعه كبيره فبتكتب اللي هو ايه، بس مجموعه كلورو فورميت كبيره، تمام. دي اليوريثين لينكج ليها اسمين، يوريثين او اسمها كارباميت، دي او دي ما عندكش مشكله، اهم حاجه تبقى حافظ شكلها. هي بتبقى كانها ايه، كربونيل مع امين، فاسمها كارباميت، اللي هو مش انت مجموعه الكربونيل زي الكربوكسيليك اسيد، تمام، كربونيل ماسكه من جنب في او وماسكه من الجنب ده مع امين، فهي استر وامايد في نفس الوقت. لو بصيت لها من هنا كانها استر، ولو بصيت لها من هنا كده كانها امايد، تمام. فدي اسمها مجموعه الكربوميت، تمام، مجموعه الكربوميت او اسمها اليوريثين لينكج. طيب سؤال بقى مهم، بما ان الاسامي غريبه هنا شويه، ازاي تعرف نوع البوليمر من الاسم، تمام، الحته دي جامده. من الاخر، ازاي تعرف نوع البوليمر من الاسم بتاعه؟ اقول لك، تعالى انت بتسمع البوليمر ايا مكان اللي بتسمعه، ايا مكان نوعه، ده مش عارفه اديشن ولا كوندنسيشن بوليمر. طبعا في بعض الاستثناءات، بس القاعده دي ماشيه بنسبه 90%. بيقول لي بتسمع بولي وبعدها اسم، بولي امايد، بولي استر، بولي ايثيلين، ايه اللي بيحصل؟ قال لي الاسم، اهم حاجه الاسم بقى اللي بعدها. قال لي لو الاسم ده بوند نيم، يعني بولي استر في رابطه استر، بولي امايد في رابطه امايد، بولي يوريثين دي رابطه يوريثين. بيقول لي اول ما تسمع الكلام ده اعرف ان ده كوندنسيشن بوليمر. يبقى لو انت بولي وراه اسم رابطه، بولي استر، بولي امايد، بولي ايثر، بولي كربونيت، بولي يوريثين، دي كلها كوندنسيشن بوليمر. يبقى انت لو سمعت بولي ايثيلين، لا ده مش اسم رابطه، ايثيلين ده مركب. بولي بروبلين، لا ده مركب. بولي ايثر، لا الايثر دي رابطه. يبقى ما دام اسم رابطه، بولي اسم رابطه، يبقى كوندنسيشن بولي، تمام. طيب لو البولي بعدها اسم يونت او اسم مركب عضوي او اسم مونيمر، يبقى ده اديشن بوليمر. طيب هل انا لو قلت لك اكتر من مونيمر، يعني مثلا قلت لك انا عملت ميكس بولي ايثيلين بولي بروبلين، تمام، اديشن برضه. طيب بولي ستايرين بولي بروبلين بيوتاداين، ولا عندي مشكله. بولي اكريلو نايترايد، ولا عندي مشكله برضه. ده كله، كل ده
مش كوندنسيشن، ده كل ده اديشن. انا ممكن احط اكريلو نيترايل على ستايرين على بيوتادين، بيتحط بيه حاجه اسمها اي بي اس، بوليمر مشهور جدا، اي بي اس اكريلو نيترايل بيوتادين ستايرين، بيجمع ما بين القوه من الاكريلو نيترايل والستايرين وما بين المرونه اللي جايه من البيوتادين. البيوتادين ده بيتكون منه المطاط الصناعي واللي هو المواد المطاطيه اللي بتعمل منه كوتش العربيات والكلام ده كله. فخلطه الاكريلو نيترايل بيوتادين ستايرين عادي بتضيف الثلاثه مونومر مع بعض وبيتفاعل والرياكشن بيمشي عادي. كنا متكلمين على الاي بي اس في اول محاضره برضو. فالحته دي برضو ما زال اكريلو نيترايل ده مركب، البيوتادين ده مركب، الستايرين ده مركب، فما دام بولي واسمه مركب ده يعني ان هو جاي من اديشن بوليمرايزيشن. تمام، يا رب الحته دي تسهل عليك. الاورجانيك بتتذاكر بهنتات، محدش يقول لك الكلام ده، لا كل العالم بيشتغل بالطريقه دي، انت مش هتحفظ كل حاجه. طيب اقول لك بقى الكبيره، لو اللي بيختبرك او بيسالك او في الامتحان او شفتها في اي مكان البوليمر ده لقيته مرسوم مش مكتوب الاسم، لقيت لك رسمه البوليمر اللي تشيل قدامك مش اسم، ما انا قلت لك بالاسم بنعرفه ازاي. طب لو البوليمر مرسوم، قال لي تابع السلسله الكربونيه اللي بتطول، ما انت التشين دي مالكش دعوه بالتفرعات ولا تهمك في حاجه، يبقى ركز معايا، التفرعات اللي من التشين ما تهمنيش، انا هركز في التشين بتاعت البوليمر. تمام، هركز فيها لو هي كربون فقط ولا هي كربون مع ذرات تانية. بيقول لي لو السلسله كلها 100% ذرات كربون هتبقى دي جايه من اديشن بوليمرايزيشن. اما لو انت في نص السلسله لقيت ان، لقيت او، لقيت اي مكانه، اي مكانه المجموعه هنا، يبقى دي وانت مغمض عينك دي جايه من مين؟ جايه من كوندنسيشن بوليمرايزيشن. تمام، ناس كتير هتتضايق من الكلام اللي بقوله بس صدقني هو ده ابسط حل. طيب تعالوا كده ناخد امثله. بولي ستايرين، الستايرين ده مركب صح، يبقى ده اديشن. بولي ايثيلين تيرفيسيليت كويس اللي هو البي اي تي، طيب ده الاسم مش موضح شويه فيه لخبطه، بص للتشين، التشين دي كربون، حتى لو حاله بنزين تعتبر كربون، هي كده ولا كده جزء من التشين. برضو نفس الطريقه، بولي ايثيلين، ايثيلين مركب، بولي فينايل كلورايد، فينايل كلورايد مركب، كل دول اديشن. بولي فينايليدين كلورايد اللي بتعمل بيه اللي هو الورب او الحاجه اللي بتتعمل بتتغطى بيها الايه، اطباق الفوم والكلام ده كله اللي بيتغطى بيها الاكل على العموم، دي برضو اللي هو البولي فينايليدين كلورايد، ده برضو اديشن، لان لو تابعت السلسله اهي مالكش دعوه بالتفرعات، التفرعات بيحطها عشان يخمك مالكش دعوه بيها ولا تشغلك في حاجه. تمام، برضو بولي بروبلين نفس القصه، ده بص للسلسله وسيبك من الاسم، البولي يوريثين دي رابطه ماشي، وبص للسلسله برضو السلسله فيها ذرات ثانيه غير الكربون، طيب بص لده مالكش دعوه بالتفرعات، السلسله اهي تمام، سلسله كربون ونيتروجين، يبقى ده ايه؟ يبقى ده كوندنسيشن. وهكذا بقى، اهو اكريلو نيترايل بيوتادين ستايرين، بص للسلسله مالكش دعوه حتى لو الاسامي انت مش عارفها، السلسله كلها كربونات حتى لو فيها دبل بوند، يبقى ده بقى ايه؟ برضه هو ده كمان اللي هو اديشن بوليمرايزيشن. بص على الباقيين واكتب لي في الكومنتات برضه، ولو عندك اي بوليمر مش عارفه قول لي عليه وانا برضه هظبط لك الدنيا. هي دي ابسط القواعد اللي انت بتعرف بيها البوليمر ايه. اسف. اخر حاجه نتكلم عليها النهارده هي برضه تعتبر الى حد ما شق من الكوندنسيشن ولكن بتتفصل دلوقتي ان هي نوع خاص لوحدها، اللي هو البولي امايد تمام، زي النايلون وخصوصا النايلون 6. طيب ده بيقول لي النايلون 6 ده بيتعمل من مركب اسمه الكابرو لاكتان. تمام، تعال كده نقسم الاسم الاول، كابرو جاي من كابرويك اسيد، تمام، هو عباره عن اسيد سداسي الكربون موجود في جسم الانسان وفي النباتات والكلام ده كله، الاحماض الدهنيه الطبيعيه من الفاتي اسيد الطبيعيه. تمام، وكلمه لاكتام معناها ان هو سايكليك امايد، هتسمع كلمه لاكتام ولاكتون. تمام، لو لاكتون يبقى سايكليك استر ولو لاكتام يبقى سايكليك امايد. تمام، لو انا ضفت له اي كاتاليست، تمام، المركب الكابرولاكتام وسخنت شويه هيفتح الرنج دي ويعمل تشين كامله من النايلون بس كلها من مركب واحد، ولذلك اسمه نايلون 6 اهو، عشان هو 1 2 3 4 5 6 6 كربونات، يبقى ده النايلون 6. يبقى ايه الفرق بين النايلون 6 والنايلون 6 6؟ النايلون 6 6 اتعمل من اثنين مونومر، انما ده اتعمل من مونومر واحد اللي هو كان المونومر الحلقي اللي انا عملت له رينج اوبننج بوليمرايزيشن. حصلت البوليمرايزيشن ازاي؟ عن طريق فتح الحلقه. تمام، وصل لي برضو للامايد، اشتغلت هنا للامايد اللي هو البولي امايد بتاعي، لان هو هنا دي هتبقى ماسكه في كربوكسيل، هنا تبقى ماسكه في مجموعه كربونايل اسيد، والكربونايل دي هتبقى ماسكه في امايد ثانيه، وهكذا بقى يبقوا مكملين. فهي دي
الفكرة بتاعة الرينج اوبننج بوليمرايزيشن. تعالى كده ننزل برضو نأكد على حتة اللي هو نايلون 6-6 اهو، بيبقى جاي من الادينيك اسيد اللي هو عبارة عن الهيكسا دايويك اسيد اللي هو مين؟ اسيد سداسي الكربون، في اثنين كربوكسيل في التيرمينال، وهيكسا ميثيلين ديامين، طبعا مجموعة الميثيلين اللي هو سي اتش 2 عشان بس تبقى عارفها. فده في ست مجموعات ميثيلين ومن هنا ومن هنا امين، فبيبقى تسهيل للاسم تمام، اللي هو الهيكسا ميثيلين ديامين بيتفاعلوا مع بعض ويفقد جزيء ميه ويديني اللي هو النايلون 6 6 6 من هنا و6 من هنا، ست كربونات من هنا ومن هنا. انما النايلون 6 العادي بيبقى جاي من الكابرولاكتان، قلت لك بيعمل رينج اوبننج بوليمرايزيشن، فده بيبقى الست كربونات بس اللي هم بتوع الكابرولاكتان، فبيبقى جنب في من هنا جايه الان والجنب الثاني فيه الكربونيل، فبنفتحه ونخليه يعمل تشين بدل ما يبقى رينج. فيه اي مشكله؟ اتمنى من الله تكون استفدتوا. اللي عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات وانا تحت امركم في اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.